الآخر المعقد مصر مهد الأديان الذي يأتي في إطار سلسلة من المعارض المؤقتة التي يقيمها المتحف المصري بالتحرير بصورة دورية ومنتظمة. يأتي هذا المعرض عامين بعد افتتاح معرض مؤخر بعنوان إله واحد وديانات ثلاث، كان حاصل في المتحف المصري بالتحرير وكذلك في برلين في ألمانيا والمتحف البريطاني في لندن. وهذا تأكيد على حرص وزارة الآثار على إبراز رسالة الترابط والتسامح الديني عند المصريين وقبول الآخر. معرض اليوم يعكس أثر الفكر الديني في مصر وتطوره في عصوره المختلفة، حيث هنجد تماثيل للمعبودات المختلفة اللي عبدها المصري القديم بأشكالها المختلفة الأدمية والحيوانية والمركبة، وكذلك دعوات التوحيد التي قام بها الملك إخناتون في منتصف الأسرة الثامنة عشر، وكذلك الآثار اليهودية والمسيحية والإسلامية. Thank you.